التراث والموارد الترابية لتحقيق تنمية مندمجة بإقليم طاطا، موضوع أول ملتقى عالمي ينعقد بمدينة طاطا على مدى 3 أيام من طرف مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب، وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في التنمية المستدامة وتثمين الرأسمال البشري والموارد الترابية بالواحات. نحن الآن اليوم في طاطا من أجل بدء أشغال الملتقى العلمي الأول الذي تمت عنوانته بالتراث والموارد الترابية من أجل تحقيق تنمية مندمجة في هذا الإقليم. هي واحدة من بين المبادرات الأكاديمية الرامية إلى إبراز التراث والموارد الترابية بإقليم طاطا، وأيضا تشخيص الهشاشة البيئية من عجز مائي وضغط على الموارد والمراعي وتوسيع ظاهرة التصحر. نحن فخورون اليوم أن نضع اللبنات الأولى لتأسيس هذه العلاقة التفاعلية ما بين الموارد والتراث، فمنطقة طاطا تعتبر من أغنى المناطق المغربية من جانب التراثي، وتبين لنا على أن هذا الجانب التراثي يشكل المحور المركزي لكل المقومات المجالية التنموية. هذا الملتقى العلمي يهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري باعتباره الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموية، ويراد به إعداد التراب الوطني وتثمين المنظومات الوحية من خلال ضمان مشاركة العنصر البشري المحلي كفاعل في التنمية الترابية.